خصك دير الاول خصك دير الاول حيت ما نعيش بقيت مبرزط وبقيت داكشي اللي هربنا منه حنا واش شي منو اللي قمتي بعدا الحلوه كنت والله الا خاسر خاسر كنت ما حتي حتى على حاجه احسن لك كنت الحلوه قال لي شي باختصار كنا كنملوا لي واحسن كنت كلت الحلوه كراك وربحتي عاود نجي نكلب الجوطه الضحك هذا عاوتاني هذا راسك قبل ضحكي تقودي ثلاثه مع راسك ضحكوا في لي كومونتير وما يضحكوا عليا ضحكتي ضحكتي في العالم دابا الدراري في الشوف فاش كتعقل دابا كاين واحد القانون في المغرب دابا بزاف بقاو ضحكوا كتبوا لي لقى لقى ديروا عليا النقابه كتبوا لقى لقى من الاول والله الا ما واكل حلوه ما ربح كومبا ضارب 8 شهور ديال الحبس ما لا خويا على هادشي كامل كلي 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 في الحلوه هي وما تغيتها كامله ويا صارت تحرم علي كلشي خاسر 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 في الكومبا خاسر في الكومبا كنا نشكو الحلو شكون تقود ستريتي واش شنو هو ستريسيسي او سترينغ قلت لي عندك تموتي الملولي تما اخويا العمر اللي عنده 30 عام عندها السيده 30 عام وانا عندي 27 قال لك ستريسيسي زعما ستريسيسي قال ستريسيسي شنو دابا هذا هذا جوج في البال حدايا عاوتاني اللي ما كاين حتى هو قال لك ستريسيسي لا هو سترينغ هذا سترينغ دابا الدراري انا كون حسابني غنمشي للحبس وحسبني غنترون حتى كومبا ما غاديش نربحها كليت الحلوه ما مشيتش ديك كومبا كاع كنت كناكل في الحلوه مهرتي بناقص من الكومبا كنمشيت ما نمشيش كاع لا بيل غوس صحيح صح واش زوينه شوف الدراري نكتبوا على الله دريه بياسه بياسه ما عارفين دير ليا كتعيش في كندا وكتاب هادي كانت عايشه في كندا وقريه قالت لي قريه سمتيني الدراري قنبوله قنبوله الدراري عرفتي في 2017 مصوبه لا فورم ديالها جناب مجموعين صدر صدر معزول قصيبه قصيبه اقسم بالله دريه بياس حق الله حمار انا ماشي ما شفتي حتى لا حاجه لا كومبا لا الدريه ديال التاريخ 2017 وفي ديك الوقيته ودابا تخرب الضحك تخيلوا هادشي كامل دابا الدراري كون كان بالصحه انا درت شي حاجه والله غادي تعتقد شنو وقع وقع لي شفت في شهر 3 في 2017 فوقاش غنتعتقد وتوار شهر 10 2017 من بعد 7 شهور عمري شفت شي شكايه كتقدم من بعد 7 شهور كان عندي مشكل مع البوليس والرومينا وكان شي وحدين باغيين فيا في الموت وتكلماتهم وما عمري شفت شي شكايه كتقدم من بعد 7 شهور الدراري راه كدوز يومين ثلاث ايام كتعتقد الشكايه كتشد داك الراجل يوقف فين كنتي نتايا هذه ثلاث ايام تخيلوا الدراري 7 شهور ما مقدمه لا شكايه لا والو تقدمت شكايه وتنازلات علاش متنازله قلت له انا ما بغيتش التنازل قال لي كنتنازل كما كنتنازلش ثم ما بغيتش التنازل ثم انا ما داير والو باش تنازل ليا وبقيت 8 شهور تبان في البارع تخيل الدراري خاصكم تعرفوا القانون في المغرب كي داير مثلا وقع لك شي مشكل جسمي انت حياتي وقع لك مشكل مع شي واحد اش كيشدوك اش كتشد مثلا كيعتقد لك مثلا احتياطيا كيكون عندك قضيه تحقيق حتى انا كنت كندوز عند قضيه تحقيق هسا عند وكيل الملك عند وكيل الملك دوز لي قضيه تحقيق حتى عند قضيه تحقيق شنو قال لي شنو سميتك هشام ملوري كذا قال لي السيده كتقولك بانك بغيتي تغتصب حاولتي تغتصب وهذا الشيء واش بغيتي تحاولي تغتصب قلت له لا قال لا عوض عن الكتيبه قال لا اذا بالسجن ما صافي سؤال واحد واش ايه ولا لا قلت له دار الاذا دار نكر المنسوب اليه نكر المتهم المنسوب اليه الاذا بالسجن فاش كنشوف ما فهمت والو سؤال واحد الله يهديك حليمه سؤال واحد الدراري والله حتى سؤال واحد اذا بالسجن بقيت كنشوف مشيت فاش كتسد في المغرب دابا في المغرب شنو كيوقع لك فاش كتشد في حالات اعتقال بحال مثلا فاش كتقف عند الوكيل مثلا كيجيبوك كيما تشوف مثلا انتك وخدمتك تتغدى مثلا في حدا اثنين شوفوك نهار اثنين ان شاء الله تصور الصباح تمشي عند وكيل الملك كدوز في الجلسه كتمشي كدوز في حاله صالح ما جيش متعاقب حتى الا كان شي لعب ولا شي حاجه كيحيلك وكيل الملك على قاضي الجلسه قاضي الجلسه كيقول لك سير عندك الجلسه النهار فلان فلاني كتقدوز في حاله صالح تبتات الادانه ديالك كتحكم بالحبس ويشدوك ويدوزوك بحال وقع الدنيا باطل ما كانش في حاله اعتقال كانت في حاله صالح ولكن المقوده هي اللي تعتقلتي وداوك حيت انك تعتقلت في الفرقه الوطنيه
وبقيت كتدوز ثانيه تمديد دوز 48 ساعه 48 ساعه غير ايام وانا عند الفرقه الوطنيه فاش كيشدوك ما تعتقل وكتقدم عند الوكيل على القضيه تحقق يدير لك ايداع حيت جيتي متعتقل ديجا فاش كيدير لك ايداع كتسمع اعتقال احتياطي اعتقال احتياطي يعني انت يا مشدود في الحبس تتبع البراءه ديالك عندي طلبت 8 شهور ديال الجلسات 8 شهور طق 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 تب الله تسيناف بنت البارع تخيل الدراري تهمة ديال الضرب والجرح هي أصغر تهمة ما كاينش الأركان ديالها علاش الدراري تهمة الضرب والجرح الأركان ديالها شنو هما خاص تكون مدة العجز تخيل هي بعد 7 شهور بعد 7 شهور بدون العجز العجز هو 30 يوم هو 21 يوم خاص تكون عندك في الشرطة الطبية 21 يوم عاد كنديرو تهمة الضرب والجرح وشتي نقولك مثلا شي واحد جاب شهاده طبيه بانك ضارب وما فيهاش 21 يوم ما كيعتقلوش ما كاينش مده العجز مده العجز في قانون الاستاره الجنائيه هي 21 هذا باش واحد ضربتيه وعطاوه في الشهاده 10 ايام ولا 15 يوم ما كتعتقلش خاص 21 يوم السيده ديري لي الضرب والجرح وما عندها حتى نهار في الشهاده الطبيه نهار ما كاينش ما عندها حتى تصويره كتاكد بانها مضروبه ولا فيها شي اعضاء ما فيها والو تخيلوا الدراري تخيلوا الدراري التوهم كاملين بدون والو ما خاصكش دير الضرب والجرح راه كان في الامن راه عارف شنو دير لي ما خاصكش دير لي الضرب والجرح وما كاينش الاركان ديالو بعد الضرب والجرح باش دير لي التهمه هذه خاصك شي دقيقه كبير في 21 يوم ما كاينش فين هو 21 يوم ما كايناش ديري لي انت تخيل اختطاف احتجاز محاوله اغتصاب الضرب والجرح اختطاف الدراري اعر الله يرحم لكم الوالدين انا كنقول هادشي في اللايف انا الشرطات وتحكمت عليه وكنقولوا في اللايف يعني نقول شي حاجه لا تحاسب عليها لا كذبت في شي حاجه خدام في الامن راه عارف الدراري اختطاف واش الاختطاف مسافت لك لوكاليزاسيون في واتساب وجايه الراس فين اختطفتك انا ودخلت للدار وخرجنا مشينا تعشينا ولينا رجعنا للدار فين هو اختطاف عار الله الله يرحمه ديك فين هو اختطاف احتجاز الملاقيه كامله في ساعتين ولا ثلاثه فين هو الاحتجاز 48 ساعه خاص تكون عار الله قولوا لي انتم فين هو الارقام ديال التهم كاملين فين هم الاركان ديال هادشي كان وحق الله لا ديك 8 شهور لا فاب ضرب 8 شهور فاب كلك يا دوب ما صافي لا يلا دابا نتوما قولوا لي التهم كاملين اللي كانت براءه خاصك تتابعها ماشي نتابعها الله يهديك يا وتخيلوا الدريه هذه الدراري تخيلوا اقسم بلا اله الا الله جات نهار واحد هي الجلسه الاولى فاش دزنا عند قاضي التحقيق في الاول فاش شديت دازت عند قاضي التحقيق عرفت معايا عند قاضي التحقيق من تما ما ولات جات 8 شهور دابا واش انا كنكون داير لها شي حاجه غتولي تجي الدري ما توليش تجي كل